بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معي الأمين العام لجمع الدول العربية. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم المملكة العربية السعودية، مقدرا لكم تبجد الدعوة لعقد هذه القمة الطارئة. وأود أن أشكر أخي فخامة الرئيس الباجي قائد السيسي رئيس جمهورية تونس الشقيق على ما يبذله من جهود موفقة بإذن الله في هذه الدورة. إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تحديات استثنائية تهدد الأمن العربي والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وكذلك نريد التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى، إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة والعبادة بالمبادرة العربية للسلام. وإننا نواجه اليوم تهديدا لأمن العربي تمثل في العملية التخريبية التي استهدفت سنون تجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستهدفت أيضا محطة ضخ النفط في المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران، وهو الأمر ليس بالجديد، على تجاوز النظام الإيراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية وتهديد أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، بالرغم من مكائد النظام الإيراني وأعمال الإرهابية ليمارسها مباشرة أو من خلال وكلائه بهدف تقويض الأمن العربي مسيرة التنمية في بلادنا العربية، إلا أن دولنا وشعوبنا استطاعت بحمد الله أن تواجه هذه المكايد وتحقق تقدما في مساراتها التنموية والاقتصادية وتحافظ على الأمن العربي. إن عدم اتخاذ موقف رادع حازم لمواجهة تلك الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة وما قاده للتمادي في ذلك والتصعيد بالشكل الذي نراه اليوم. إخواني أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ستظل يد المملكة العربية السعودية دائما ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني. وعلينا جميعا السعي لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم بما يعكس مقدرات الدول وشعوبنا الاقتصادية والثقافية في والتاريخية. وأدعوكم إخواني للوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات، كما نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية ورعاية الأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلام والسلم الدوليين، واستخدام كافة الوسائل لردع هذا النظام والحد من نزعه للعادة التوسعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.